المواصفات السريعة على فصول الكتاب، لأن أحيانا بعضها يعطي إشارات سريعة جدا وأحيانا تكون ملفتة. يعني ضمن أحد فصول الكتاب أنت كتبت أن الإنسان في مواجهة البعوض، ما علاقة هذا بموضوع الإلحاد؟ الإنسان لم يكن شيئا مذكورا كما قال الله عز وجل، والدراسات العلمية الجيولوجية أثبتت أصلا عند جميع المنابر العلمية أصلا دون أن نركز على عالمنا الإسلامي، أن الإنسان أصلا وجوده على الكرة الأرضية، منهم من قال أدنى حد 250 ألف وأعلى حد 4 إلى 5 مليون سنة. طبعا هذا خلاف على أساس موضوع الأحافير وكذا إلى آخره، ولنفترض أنه 4 أو 5 مليون سنة، ماذا يكون ذلك عند عمر الأرض اللي هي 14 اللي هي تقريبا 6 مليارات سنة، أو عمر الكون المقدر ما بين 16 إلى 20 مليار سنة؟ يعني هذه الأشياء ماذا يكون عمر الإنسان؟ أحد المؤلفين قال إن القرن الماضي بالنسبة لتاريخ الأرض لا يعدو أن يكون نقطة في آخر صفحة من كتاب من 1000 صفحة بالنسبة لعمر الأرض القرن الماضي، وأن وجود الإنسان لا يتعدى آخر فقرة من آخر صفحة من كتاب يعني من 1000 صفحة. فالإنسان لما يكون يعني بهذا القدر من ناحية وجوده الزماني، وأيضا الإنسان لما ينظر إلى وجود بين المخلوقات، يعني هذا الإنسان عبارة عن 7 مليون سنة، العقرب أثبتت الدراسات العلمية أن عمر العقرب 500 مليون سنة على وجهه. 500 العقرب هذه الموجودة هي نفسها عمرها 500 مليون سنة جيولوجيا. طيب هذا أمر. الأمر الآخر، عندك مثلا معجزات البعوضة والذباب. إحنا الذباب الآن هو عبارة عن هالحشرة عبارة عن 10 أضعاف قدرة الإنسان على الاستجابة، بدليل أنه لا يمكن أنك تمسك الذباب أو تخبط الذباب بيدك مهما كان. يعني إذا أردت أن تهاجم الذباب وهو على طاولة، الذباب يستقبل الرسالة ويحللها ويتخذ القرار وينفذ وانت جاي تضرب يطير قبل ما توصل. شوف كل هذه عمليات تسويها الذباب. البعوضة ايضا نفس الشيء، يعني لم يدرك الانسان لم يدرك تفاصيل البعوضة، لم يدرك كذا. في نوع من الفراشات يمكن الاخوه يلاحظون الفراشه لما تطير دائما ما تطير الفراش خط مستقيم دائما كذا، والسبب سبحان الله ان الفراشه ذكر الفراشه هذا يشم رائحه الانثى. بعض الدراسات البيولوجية تقول أنه يشم على بعد 40 كيلو. شوف والإنسان يليت يشم غرفة النوم 40 كيلو، تشم الحشرة هذه الذكر يشم رائحة الأنثى. فتصور الفيل يعلم عن الزلزال قبل حدوثه، الخيول تعلم عن الزلزال قبل حدوثه، القرود تعلم عن الزلزال قبل حدوثه، والإنسان يقول لك خبط طاح المبنى عليه ذاك الساعة قال كارثة ويغادر. فإذا الإنسان بالنسبة للكائنات الحية الأخرى لولا أن الله عز وجل ميزه بعقله وكرمه عليها وحاسبه على هذا العقل، بدليل أنه فقد العقل وفقد الأهلية ولم يحاسب لم يكن شيئا أصلا. فلذلك ضربت مثال كأنك ذكرت البعوضة في مقابل الإنسان. ومع ذلك أستأنس بقول الله عز وجل أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوض من البعوض، ده معناته ممكن نخرج بفصول كثيرة بمقارنات بين الإنسان وباقي الكائنات حتى يعلم يكون في آخر السلة حتى يعلم الإنسان أبو عبد الله قدره فيستحي من الله حقه. هذا موضوع جميل. ذكرت برضو دكتور محسن أنه في أحد فصول الكتاب عن أسباب نشوب الشكوك والأوهام عند الإنسان وأسهبت فيها كثيرا. نعم. فهل لك توجزنا ما هي أسباب ليش الإنسان يشك مثلاً بالخالق أو يشك بالموت أو بالبعث أو بالحساب؟ كلما كان الإنسان ذكياً يفتح عليه الأسئلة هذه من كل جانب، لأن الله خلقه مبكر، وكلما كان غافلاً ساهياً كلما خفت عنه هذه الأسئلة. لما يكون عندنا إنسان عاقل ويريد أن يفهم حق علينا أن نفهمه إن كنا نعلم أو نشاركه بالبحث عن المعلومة إن كنا مثله لا نعلم. فوجدت أنه هناك أسباب، وهي أسباب يعني ممكن أن تكون هي الدافع لهذه الشكوك والغموض وأحيانا الإلحاد وأحيانا الوسوسة. من هذه الأسباب مثلا التفسير
المثالي، الإغراق في المثاليات حينما تتكلم عن النصوص. وضربت مثال أنه مثلا يأتيك أحد المفسرين يقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أرضى برهان ربه، يقول همت به بالفاحشة وهم بها بالإنكار كذا لولا أرضى برهان ربه. بينما ما عندنا أستاذ اللغة العربية الآن صحيح إذا كان كذا، الآن السياق واضح جدا والاستدراك واضح. الله عز وجل كذلك ينصرف عنه السوء والفحشاء إنهم من عبادنا المخلصين مخلصين. فلما يقرأ الإنسان هذا التفسير يشعر بأنه هو الشرير وغيره خير، خير وهو الشيطان وغيره ملك وهو الغلط وغيره صح، بينما الأمر ليس كذلك. عند هذه الأشياء إغراق في المثاليات. أيضا الشيء الآخر اللي هو كتمان العلم، وكتمان العلم وعدم توضيحه وتفسيره. يعني الآن تجد شريحة كبيرة من الناس، ما أقول من الشباب ولا أحب التركيز على الشباب لأن الشباب أحد الشرائح التي تعاني، لكن أيضا حتى الكبار يعانون والنساء أيضا يعانين من هذا. إنه مثلا دائما تقول لا تبحث في هذا، لا تبحث في الفلسفة، لا تقترب من لا تقرأ. لا طيب أنت قاعد تسدد لي الأبواب، سد الباب هذا والباب هذا، أعطني البديل. هذه من جهة، ومن جهة ثانية أنت تسدد الأبواب وأنا لست في معزل عن 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 عن, عن, عن التيارات كلها، كلها تضخ في عقلي يوميا بالقنوات والإنترنت وأجد كله متيسر أمامي. اطرح بضاعتك، لا تبخل بها. هذا أمر. الأمر الآخر اللي هو إنه في أشياء بالتراث يعني اختلط فيها الناحية السياسية بالناحية العقائدية والفكرية، وبالتالي صار صعب على الإنسان أن يميز بين هذا وذاك. وضربت بعض الأمثلة، طبعاً أنا ما ضربت بعض الأمثلة في الكتاب حاشا، لأني حاولت في الكتاب أن أبتعد عن جميع مواضع الخلاف التي تحول بين الإنسان وبين أن يقرأ بحياد. أريد الإنسان أن يقرأ بحياد بغض النظر عن المؤلف، ينسى المؤلف ويقرأ. فما أحببت أني أثير أشياء تحول بيننا وبين القراءة. من الأشياء اللي لاحظتها الخرافة، عالم الخرافة وما أدراك ما الخرافة. الخرافة هي الآن دمرت العالم يا أخي، دمرت الناس. سواء يأتي الخلط بين الكرامة وبين، يعني مثلا الكرامات، لما يجي واحد يألف لك في الكرامات ويسحب فيها إسهاب يخليك تقول كيف الصحابة رضي الله عنهم ما صار لهم هالكرامات. يعني الكرامات اللي تحصل الآن في العصور المتأخرة ما حصل منها ولا شيء بعد الصحابة من اللي حصلت أخيرا. حصلت اشياء يسيره. لازم يبين للناس ان الكرامه مو معناه ولا كنت صالح لازم يكون معك كرامه، ولا كنت ما معك كرامه معناه انك طالح. مو صحيح هذا. الناس تشعر ان الكرامه مع الاولياء فقط. لا يا اخي، اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لم تربط ولايتهم بالكرامه. امر. الامر الاخر قضيه مسائل العين ومسائل السحر وما ادراك ما هي، يطول الكلام فيها. يعني كيف الناس تغرق فيها زي ما تشوف الامر. من كم الذين يتخذون الآن أصبحوا متخصصين في تفسير الرؤى مثلاً وفك السحر وأشياء هذه صارت مشاريع. هو في أساس الأشياء اللي بعد يمكنها، لكن ليش مشروع الأمة هذه كلها عبارة عن سحر ورؤى وكذا إلى آخره؟ يعني واحد تارك العلم والشهادة يروح يشوف المنام والرؤى ويعتمد عليها. طيب يا أخي اشتغل في ميدانك، لا اشتغل في العالم الآخر. هذه من الأسباب. أيضاً من الأسباب الأخرى اللي هو دخول الفلسفة إلى المجتمع الإسلامي في عهد المأمون حينما ترجمت الكتب كتب الفلسفية، وظهر الفلاسفة من أمثال الكندي وابن سينا وإلى آخره. شوف هذول لما جاءوا طبعاً من وجهة نظري أنهم لم يوفقوا بالخطاب ولم يوفق من عارضهم بالمعارضة، فأصبح هناك أزمة. طبعا الازمه دي ما كانت تدافع عن ابن سينا، لما يجي ابن سينا مثلا يتكلم عن قضيه الاخره وكيف وكذا، يعني في شيء صعب لك تدافع عنه، لكن ليس بالضروره انك تنحاز مع الغزالي ضد ابن رشد وكلاهما فقيه. يعني هذا فيلسوف فقيه وهذا فقيه فيلسوف، يعني الاثنين هؤلاء على الاقل الخلاف بينهما يختلف عن خلاف الغزالي مثلا مع ابن سينا ولا مع الفارابي ولا مع الى اخره. فخلاف أبو حامد الغزالي مثلا مع ابن رشد في كتابه تهافت الفلاسفة ورد ابن رشد عليه تهافت، هذا عالم فاضل، وهذا عالم مالكي أيضا فاضل صاحب كتاب المجتهد والمقتصد المجتهد المجتهد والنهاية المقتصد. فهؤلاء يعني ما يمكن الخلاف اللي بينهم هذا، مثل ما قال القاضي ابن العربي رحمه الله عن شيخه أبي حامد الغزالي، يقول شيخنا دخل في بطون الفلاسفة ولم يقدر على الخروج.
مشكلة. وين يجي حل هذه الأشياء؟ يجي جلسات المدركين. يعني أجلس بينكم الآن وأنا التلميذ. ما أجلس بينكم وأنا المتحدث أو الخطيب أو الخطيب أو المتحدث أو المفتي أو الشيخ. يعني هذه صراحة يعني أحد الأزمات. أجلس بينكم لأن الحق ضالتنا جميعا. وما عندي يضاف إلى ما عندكم وما عندكم يضاف إلى ما عندي ويسدد. ولذلك اعتبرت الكتاب هذا المحاولة الأولى. سيجمع جميع الملاحظات عليه إن شاء الله بالتنسيق مع الأخوة بارك الله فيهم اللي هم الناشرون. وتستدرك إن شاء الله في الطبعات القادمة لأنه جهد بشري. ما في أحد معصوم. يعني معنى هذا أنه هناك خطة لتطوير الكتاب والتوسع في إضافة معلومات معينة واللي كان في ملاحظات سوف تستدركها بإذن الله. هناك أولا الكتاب ليس مشروعي لوحدي. أنا أعتبر أني صرخت صرخة بين قوم هم أقدر مني على المواصلة. فيما يخص جهد العبد الضعيف لا شك أن الكتاب خطوة أولى يتبعها إن شاء الله بالتنسيق معكم بحول الله. ترجمة ما يمكن ترجمته وتلخيص ما يمكن تلخيصه وإنشاء خرائط ذهنية كما اقترحتم أنتم مشكورين. خرائط ذهنية وأيضا في خطوة أخرى وهو أن الكتاب سيصبح مقروءا إن شاء الله ومتوفر في الإنترنت إن شاء الله لمن يحب السماع ويعني أكثر مما يحب القراءة. هذا يجرنا إلى سؤال ثاني دكتور محسن. أحد الفصول أنت كاتب أرقى مشروع تربوي القرآن الكريم الوحي. نعم. ماذا قصدت؟ أقصد يا أخي أنه لو استقراء طبعا بالمناسبة ترى عند استقراء الأحداث يعني حقيقة لم أجد وأنا هذا أقوله من باب يعني ثقتي بما توصل إلى الحمد لله من باب التحدي لم أجد إنسانا واحدا من المفكرين والفلاسفة على مر التاريخ اليوناني قبل الميلاد والأوروبي والتاريخ الإسلامي الحمد لله أخذ وأيضا شيء من تاريخ الهند لم أجد إنسانا واحدا اطمأن إلى النتيجة توصل إليها في نظرتي للوجود. كل واحد ينهش الثاني كل واحد غير مطمئن. الذي أسس مذهب الوجودية اسمه أعتقد أنه راسل لا راسل مو بتراند راسل لا واحد ثاني نفى أو حارب الأديان طول الوقت. فلما حضرته الوفاة قال لزوجته ابحثي لي عن قسيس. قسيس سأعطيك بكاردينال يعني أكبر من شوي. قال أقول أجري بقسيس الكاردينال يغشون الإله الكاردينال وأمثال يغشون الإله. أبو قسيس جابت القسيس يعني ما جابت الشيخ جابت طالب علم. لما جاء القسيس اعترف له بالخطايا وطلب العفو وما فتقول زوجته طول عمره ملحد ومنكر الأديان ويوم حضرت الموت قال جيبوا لي قسيس وجابوا سره. فهي كلها عبارة عن يعني وين ما بحث تجد أنه سبحان الله الذين وقفوا مواقف حادة من التدين هناك أسباب وهذه الأسباب ذكرتها سميتها الفلاسفة والأزمات النفسية. هل تصدقون أن الماركسية التي ملأت الأرض ضجيجة وضحاياها أكثر من 100 مليون نسمة والتي اندثرت أنها بدأت من معاناة ماركس كارل ماركس حينما نفي إلى لندن ومات ولدا ولم يجد ما يدفنهما فيه فنقم على أصحاب رؤوس الأموال ومال إلى العمال. فتصور بالفكرة أنا جبتها موثقة من مراجعها. فأن تكون هذه العلة هذا نتشه فيلسوف القوة يسمونه فيلسوف الشدة عدو الأديان نشأ بعد أن انتحر والده من الجنون ونشأ عند أمه التي صفعته على وجهه من على الدرج فتدحرج وقاطعها 24 سنة ما رد عليها. وأيضا هو انتهى وقته في مستشفى المجانين في بال ومات. طيب هذا فيلسوف القوة هذا يسمونه فيلسوف القوة. طيب ليش ما يكون الفلاسفة العقلاء؟ وش قال سقراط؟
خذ كلام سقراط. ها؟ اي سقراط مثلا، سقراط يا اخي كانت، إيمانويل كانت الفيلسوف الالماني اللي يسمى شيخ الفلاسفه، على انه هو يعتبر من لا ادري شوي بس عاقل. ديكارت، رينيه ديكارت اللي يسمونه الناس فيلسوف الشك، هو مو فيلسوف الشك، هو مجرد انه نسخ حركه الغزالي. يعني الغزالي رحمه الله، الغزالي رحمه الله يحاكي مع فارق التشبيه قصه ابراهيم مع الكواكب. طيب ابراهيم عليه السلام كان يثبت ولا يشك، الغزالي يرى انه لا بد ان تبدا من الشك حتى تصل اليقين. ديكارت مشى على نفس الخط. طيب ديكارت الان اللي وصل في النهايه الى عقل، ديكارت في النهايه وصل الى الايمان بوجود الله، وصل في النهايه الايمان بوجود الله. ليش ما يشك؟ ليش هؤلاء ما يكونوا مؤثرين؟ ديكارت عالم رياضيات مشهور، عالم هز الدنيا كلها. فالشاهد من هذا لما اقول لك الاشياء انه لابد من ايضاحها، وبعدين لما توضحها من مراجعهم، شوف انت ما تجي تقول والله قال شيخ الاسلام ولا قال ابن القيم ولا قال هذول العين والراس، بس انت لما تخاطب العالم بالمساله الفكريه هذه لازم تكون مراجعك متوزع، مراجعهم هم، ولما تجيب كلامهم هم ايضا تجد في قوه لان ترد عليه هو اكثر ما ترد على شيخ الاسلام كذا. وايضا هذه الظاهره ظاهره عالميه ليست محصوره بدين او زمن. السبب الشيء الاخر قد لا يوافقني عليه ابو حازم، انا اعرف انه ما شاء الله عليه قد يعترض عليه بعد شوي فيه، وهو مساله انه لا 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 درء تعارض العقل والنقل. يعني لما نجي لشيخ الاسلام رحمه الله لما يالف كتاب اسمه درء تعارض العقل مع النقل، هذا صحيح في الجمله لكنه بالتفصيل ليس بصحيح الاطلاق، بدليل انك انت الان لازم تقنع الانسان ليش يرمي الجمرات عقلا، ليش يطوف على الكعبه عقلا، ليش يصلي عقلا، ليش يتيمم ويصير طاهر من الحدث الاكبر، بينما الرسول عنده ما يجب انه يسبح يعني يتروش كامل. فانت لما تقول العقل الاسراء والمعراج كيف تسرع عقل، الوحي كله كيف تسرع عقل. عندنا مساله اكبر من قضيه خلاف عقل ونقل، احنا رب العالمين. من الذي يتصور، من ذلك يتجرأ ان يجعل قضايا الشرع والدين والوحي كانها قضيه مناظره بين طرفين؟ تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. الله سبحانه وتعالى اذا امرنا نمتثل ثم نفكر ونسأل، لكن الامتثال بحد ذاته مطلوب دون ان نجد المبرر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكونوا من خيرة من أمرهم. مسألة أن كل شيء نبي نبحث المبرر للعقل عشان نقبله، هذا ما صارت عبودية لله عز وجل، صارت كأننا في قاعة نقاش وحوار إلى آخره. فإذا مسألة أنه والله لازم العقل يتوافق مع النقل حتى نقبل النقل، لا، إذا توافق فهو نعمة، لأنك النقل أعظم والوحي أعظم، وهي دار ابتلاء وامتحان، وهناك دار جزاء وحساب وعقاب. اما مساله ان نظرها ببساطه غير صحيح. فمثل هذه الاشياء مجتمعه تثير، انا اقول نعم نحرص لما نخاطب الاخرين ونتنزل اثناء الجدال، نتنزل لحججهم احيانا، نحرص ان نخاطبهم بما يعقلونه. لكن لا يعني اننا نستسلم لكل شيء ونقول تعالى والله اذا ما اقتنعت فينا ترى احنا لا، احنا لا، ياتي النبي وليس معه احد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، عليك بالبلاغ. نحن نبلغ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس علينا هدى الناس. ما نقول للناس اهتدوا، هدايتهم ما علينا. الهدايه من الله عز وجل، بس علينا ان نبلغ. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا شيخ، تفضل الله يحفظك. يلا الشيخ ابو علي، الله يحفظك. طيب يا شيخ، لعلنا احنا نختم بالسؤال هذا الان، وبعدين نفتح المجال للاخوه اللي حابين يناقشونك في بعض تفاصيل الكتاب. ذكرت انه هناك خطوات احترازيه. نعم. يعني الكبار والصغار لمن تتلبس مثل هذه اللوثات او هذه الافكار. فماذا تنصح وماذا تقول؟ الايمان قبل العمل، هذه اول خطوه. الايمان قبل العمل. كل الاعمال اللي يعملها الانسان اذا لم يكن الايمان نقيا وصافيا قد يكون لا سمح الله مآل ذلك، والا وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلهم قبائل. لا، يجب على الانسان ان يصحح مساله الايمان بالله عز وجل قبل ان يقدم على اي عمل، لانه اذا صححها اصبحت كما قال الله عز وجل.